حياكم الله من جديد، ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة والأخيرة لفعاليات مهرجان صير بن عير البيئي في نسخته 19. يسعدنا وشرفنا نستضيف معنا مشاهدينا الأستاذ علي بن صقر السويدي، رئيس مجموعة الإمارات للبيئة البحرية وعضو في اللجنة المنظمة للمهرجان. مساك خير وحياك الله معنا أبو ناصر. مساء النور يا مرحبا وسهلا. حياك الله ونورتنا ويعطيكم ألف ألف عافية على جهودكم الكبيرة في الحفاظ على بيئة هذه الجزيرة وكذلك نجاح الفعاليات. الله يخليك، هذه كلها جهود يعني كلها متضافرة من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي إلى هاي الفرق اللي هي موجودة اللي قامت يعني بعمل جبار بصراحة في إنجاح هذا المهرجان الكبير. نعم أبو ناصر، يعني نتكلم عن حدث اليوم واللي الكثير يعني كثير أبدى سعادته بمداخلة سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة وحديثه الحديث اليوم الغني عن هذه والتاريخي نعم والتاريخ عن هذه الجزيرة. هو طال عمرك تدري يعني سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي ما شاء الله يعني بحر من المعلومات ومن المعلومات التاريخية، شيء جميل بصراحة يعني أن اليوم تشرفنا بمداخلته الكريمة. نعم. على شرح وافي عن هذه الجزيرة أو عن ليش سميت بهذا الاسم. تدري نحن يعني كل هذه الأشياء اللي نسمعها منه هاي كلها نوصلها للنش، نوصلها للناس على أساس يتعرفون على هاي الجزيرة شو كانت أهميتها، ويعني هو نحن مثل البحر اللي نستقي منه يعني من المعلومات ومن تاريخه الكبير في المنطقة كاملة. وتدري القواسم يعني هذه دولة كاملة يعني كانت والخليج كله، وكان يعني تاريخ لهم عظيم في هذه المنطقة. بلا شك بلا شك. نتكلم عن الجزيرة، والجزيرة هذه مو بس محمية طبيعية، هي ملتقى ثقافي وكانوا يستريحون فيها قبل البحارة والغواصين. نعم. ويتبادلون أطراف الحديث ويقعدون ويصير هناك قصايد وبيات شعرية. نتحدث عن هذا الغنى، يعني الغنى اليوم الثقافي لهذه الجزيرة. هو طال عمرك تدري هاي ليش ملتقى الجزيرة؟ هذه أول شيء الجزيرة متوسطة الخليج. نعم. الشيء الثاني تدري أغلب القفال يستوي مني. ليش؟ لأن كل المغاصات هذه اللي حول الجزيرة واللي منتشرة في المنطقة تدري بعد ما يكملون 3 شهور الغواويس كلهم يتجمعون وين؟ في هذه الجزيرة. نعم. لما يتجمعون هنا ما يقدرون يقفلون إلا بمنو؟ بال اللي هو سردال الغوص. نعم. يا القريدي أو لملح يمين بن عبد الله. نعم. لملح الفلاسي. لذلك التجمع هذا تجمع جميل، الشعر والقصاص والغير. يا سلام. حتى في حكاية من الحكايات اللي صارت هني. نعم. الناس كلها تدري مبندرة في الصير ضربة. نعم. ضربة قوية يعني ضربة مثل ما تقول احنا عندنا الهواء يوم يكون قوي وموي شرات اليوم ولا لا وين اليوم ولا شيء ما يبندرون على هاي كل يجسون على الهير، ولكن هاي ضربة قوية والناس كلها متيامعة. نعم. وكلهم السردال هني والغاصرة، هذا واحد من الجماعة من الشوامس. نعم. يسمونه أبو كتارة. نعم. هاي عائلة معروفة ما شاء الله. نعم. في الشارع. نعم. 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 تدري راقد وحلم دانة، وكان يفز الفجر فوق، ربعة قالوا له وين فوق؟ بس نغوص. تدري نأخذها ما حيقدر يقول له لا. اي نعم. اختفى وتموا سايرين لين هير هني جريب صوبريله والله، وعرفوا عقوا السن وقال عسب الغيص نزل والله ما يشوف البحر شو غادي. نعم. نزل الغيص وصك وما يشوف الا قال تيشه اللي كم محاره حطه بالدين ويروا الغيص. نعم. يوم طلع الغيص والموي والمحمل ياخذ عمر فوق. نعم. قال ليكم راي تنبه فوق شلوا الغوص برد. حتى يا بنا من هناك
عشان نزلة واحدة بس. هي بس وردوا وهم رادين في الطريق. هي نعم. في لقوا المحارة والندانة هالكبر. سبحان الله. قول ترى أحلامهم أعلامهم سبحان. هي نعم. عاد يومية سر تدري الأملح والقريدي زعلانين ما نبو ما يبون يطلع الناس فيها الموي. قاموا صر الدانة في الغترة. نعم. وسار لهم. قال ايش طلعت؟ قال مالي طلعت. يا سلام. قالوا ما دام هاي طلعتك احنا ما نقول لك شيء. سبحان الله هاي من الاشياء اللي هي الناس من صفائهم وصفاء روحهم يحلمون وي سبحان الله ويحصلون هذا الشيء. نعم وكان نعم وكان يعني حتى الارتباط الكبير والإحساس نعم. بالبحر وتضاريس نعم. البحر والجزيرة حتى يعني وكانوا أظني يعني عندهم اهتمام شعر بعد وشعر بقول لك عن أبو سنيدة. أبو سنيدة هذا من أكبر الشعراء في الشارجة معروف تدري مهلزين والغاصة يرقدون فوق سووا لهم شرباك ويرقدون فوق هو غيص وطايح على أظهره رفع راسه شاف الميزان نيم الميزان ثلاث نجوم هاي سميها الميزان اتذكر هلا في الشارجة قال عاد البارحة يوم ارتفاع الميازين اتشرت من لونه تشعشع بالأنوار لين بان الصبح ما غضت العين كني مقلب فوق ميهال من نار احلمتم واصبحتنا خالي ايدين الطيف ثرى الطيف عيار يا غير الله كيف اسير في الهوى وانا مهين شرعي غمر لي وشعر غيري مولمين خايرت والخايور ليزاد سمار يا نفس كم منصحت باطن وتعصين خايف عليك من كثر المحبة الدوبين ذوب الصفر في كور صفار صفار يقول عاد آنس من هجرهم على القلب همين هم وهاية يكسر القلب كسار كسار صح لسانك صح لسان شاعر ويا سلام هاي الأبيات الجميلة هذه شيء قصيدة ثانية بعد تذكرها والله قصايد وايد تدري في الغوص يعني من الشعراء اللي كانوا يسوون للغواصين تدري الشلات وغيره راشد الخضر راشد الخضر ايه السويدي هذا راشد الخضر الله يرحمه يعني كان من الناس اللي اكثر الشلات يسويها للغواصين نعم تدري كان في عمان ويتريى القفال هو ما دش الغوص نعم ويا الغواويس وغيره تدري الشعر قبل يعبر عن مراحل معينة صحيح عاد قال الخضر أهلا عدد وصلا عقب صد نعم وعداد ترحابا وسلوان سلوان وعداد قفالا عقب كد وعداد ما سالت الغدران غدران وعداد ما لعلع وغرد جمر البلابل فوق الأغصان الأغصان يشي الغرام ولاعج الود مبلاي بسهاد وحيران طبع الهوى مشكل إذا احتد يرميك في زويات ومحان مثل البحر اللي يعي وزبد يرميك ما تدريك الأسفان وان ركض غوص وسان وبلد يأتي لك بلولو ومرجان مرجان. أصبر وكل من صبر يسعد الصبر ييلي كل الأحزان يا صاح لو ما الصبر مسند كان اكسر ان كل ضلع الحزن الله صح لسانك يا ابو غانم جزاك الله ابو ناصر جزاك الله خير وما قصر شكرا لوجودك معانا ويعطيك العافيه الله يخليك بتكمل ويانا ان شاء الله بعد الفاصل ان شاء الله اكيد مستمرين معاكم مشاهدينا فاصل ومن ثم نعاد بكم معنا حياكم الله من جديد ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا وضيفي الكريم الاستاذ علي بن صقر السويدي رئيس مجموعه الامارات للبيئه البحريه عضو اللجنه المنظمه لفعاليات هذا المهرجان واكيد في تغطيتنا الاخيره ل يعني للاسف يعني وصلنا لختامها في هذا اليوم الجميل بالفعل نتمنى من الجميع زياره هذا المهرجان ان شاء الله العام القادم والدوره 20 من مهرجان صير بن عير البيب.
حياك الله مره ثانيه معنا ابو ناصر، واسمح لي قطعت يعني قطعت عليك الابيات الجميله، واكيد تكثر القصايد والشعار اللي كتبوا يعني في اوقات جميله عاصروها. بالعفو، نتكلم عن يعني ما شاء الله الجزيره والتنوع الحيوي اللي فيها ما بين الشعاب المرجانيه، ويمكن امس بعد الدكتور تكلم عن السلاحف ما شاء الله بشاره خير. كم سنه هو طال عمرك؟ شوف في سنه 2010 بدينا نحن مع هيئه البيئه والمحميات الطبيعيه نسوي دراسه عن هاي الجزيره. ليش؟ لان هاي الجزيره ما عليها دراسات. انت لما تبى تحمي الجزيره وتبى تسويها يعني محميه طبيعيه وغيره، يجب يكون عندك دراسه يعني متواصله على اساس تشوف التاثير البيئي على هاي الجزيره، التلوث، الامور هذه. بلا شك بالفعل يعني احنا كمجموعه الامارات عندنا خبراء، بدينا ندرس المرجان، قمنا نغوص من 20 متر الى 15 الى 10 الى 5 بارتفاع، وكانت المفاجاه كبيره يعني ان مراجين من اروع ما يمكن، ويمكن اكثر عن 40 نوع من المرجان موجوده في الجزيره. الاهم من هذا ان في اغلب المراجين اللي موجوده هي في الريد ليست اللي معرضه للانقراض. الانقراض نعم. وسوينا عن الطيور عندنا النورس الاسخم اللي نحن نسميه مصنين، كان عدد بسيط يعني الان ما شاء الله وصل الى اكثر عن 1800 زوج ما يعني الله. هذا الاعداد الكبيره اللي هي تكاثرت ونمت في هالجزيره. كذلك الطيور الخرشنه اللي هو نحن نسميه خشاش، ما شاء الله وصل الى 20,000 تقريبا يعني او اكثر. هي الشيء الاهم من هذا ان تنوع الاسماك، هنا وجود اكثر من 45 نوع من الاسماك موجوده حول الجزيره وتسوي البريدنج. لذلك كان القرار بان حمايه الجزيره كمحميه طبيعيه، وتوجيهها سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي بإبراز هذه الجزيرة كمحمية طبيعية. نعم. وبالفعل كانت التوجيهات السامية للشيخ بأنه صارت محمية وسجلت في الرمسار اللي هي الأمم اليونايتد نيشن أو الأمم المتحدة. نعم. هني بدأت الدراسات تكثر. نحن الآن مع هيئة البيئة نقوم بدراسة الأسماك والطيور والمرجان. نعم. وبالفعل قمنا بزراعة المرجان هني، وكانت المفاجأة ما شاء الله أن هذا المرجان خلال 7 شهور نمى بصورة كبيرة يعني ما متوقعة في الخليج أن ينمو بهاي السرعة، وهاي كلها بركات الشيخ سلطان. دائما مبروك وين ما يحط يديه ما شاء الله الحمد يعني. لله يا رب الحمد نعم لله. الله يخلي لنا. وبالفعل يعني توجيهات الشيوخ وهيئة البيئة الآن نحن نعمل برنامج لإكثار المرجان، يعني لزراعة المرجان بكميات هائلة وحفظ المرجان الدي ان اي مال التنوع اللي موجود نحفظه في اكبر مختبر في العالم في بريطانيا. نعم. وهي كلها توجيهات ان شاء الله نحن نجمع العينات الان ونطرشها للمختبر مع دكتوره متخصصه في الدي ان اي، لان الدي ان اي هذه ان نحن لو حفظنا هذا المراجين لو لا سمح الله ماتت او راحت في الخليج يعني نحن بيكون عندنا الستور ماله. نعم. الشيء الاهم من هذا ان المراجين هذه بنبتدي نزرع في الحمريه، كلها توجيهات الشيخ. يعني الحمريه من اروع الاماكن اللي موجوده ما شاء الله هناك، وان شاء الله بنبتدي بزراعه المرجان هناك. جميل جميل جدا جميل. راح يكون في اطلاق بعد السلاحف هناك ولا؟ لا، السلاحف كلها هنا في الصير لان لها حمايه اكثر. اكثر نعم. موضوع السلاحف السنه كان من الموضوعات المهمه جدا. تدري نحن بدينا 200 و300 و370 بس السنه هاي وصلنا الى 450، والفضل هذا يعود لشرطه الشارجه الموجودين في الجزيره، بصراحه يعني يبذلون مجهود كبير في مساعدتنا يعني للحفاظ عنا. والسنه ما شاء الله يعني الهيئه وظفوا رجل ممتاز اللي هو يعني قام بمجهود كبير بصراحه، سيف من دسمال من الشباب المعروفين في الشارجه. نعم. وريال عنده خبره وما شاء الله هالانسان بدا يعني يستقبل الناس هنا
تحافظ على البيئة. ولذلك يعني لما تعطي صلاحية للمواطنين بتشوف النتائج. صحيح. الحمد لله يا رب. ما شاء الله السنة 450 هذا عدد كبير، وإن شاء الله متوقعين شاء الله يعني يوصل إلى 500 خلال هذه السنة. هي نعم نعم. جميل. وهذا شيء يعني جدا ممتاز وزين أنك تشوف شباب الوطن يقومون بالمحافظة على هذه الجزيرة. نعم. الحمد لله. وهذا ما يتمناه الشيخ سلطان الله يحفظه، أنه يكون عند الشاب الإماراتي والفتاة الإماراتية طموح ووعي وحب واهتمام لبيئته ولتراثه ولعاداته وتقاليده. وهذه وصية أبونا المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، رجل البيئة الأول، واللي كان يعني صب اهتمام كبير ودعم كبير للبيئة والحفاظ على البيئة من خلال يعني زراعته للمسطحات الخضراء والنخيل والشجرة المباركة. واليوم كذلك يعني أصحاب السمو حكام دولة الإمارات ما مقصرين في هذا الجانب. مستكملين حوارنا الشيق معك أبو ناصر، ولكن مشاهدنا راح ننتقل إلى هذا التقرير اللي يبرز كذلك التنوع البيئي في جزيرة صير بن عير وأيضا في إمارة الشارقة. نتابع هذا التقرير ونرجع لكم بإذن الله تعالى. جزيرة صير بن عير تمتاز بالمناظر الطبيعية الساحرة التي نسجها جمال الطبقات الجيولوجية للصخور المكونة لها، وكذلك النباتات الطبيعية والطيور التي تعيش فيها، فهي تعتبر موقعا تراثيا ونقطة التقاء للصيادين وسفن الغوص عن اللؤلؤ في نهاية الموسم. التنوع البيئي للجزيرة ساهم في جذب الحيوانات والطيور التي تزورها في معظم فصول السنة والأسماك، ما جعلها ملجأً أساسياً للسلاحف البحرية على مدار العصور القديمة. وتضم أيضاً أنواعاً مختلفة من الشعاب المرجانية مثل مرجان المخ وخلية النحل والشجيري وقرون الغزال. جزيرة صير بن عير تحتوي على بيئات مختلفة، فهي جزيرة غنية بتنوعها البيولوجي، فباطن أرض الجزيرة غني بكميات كبيرة من المواد المعدنية مثل أكسيد الحديد والكبريت، بالإضافة لوجود بعض المناجم. تعد الجزيرة محمية طبيعية نظراً لمعالمها البيئية الهامة، ووجهة فريدة تقدم مزيجاً يجمع ما بين العراقة القديمة وحداثة العصر الحاضر. وتعد زيارة صير بن عير تجربة فريدة للسياح من حيث طبيعة المكان والإحساس بنبض التراث الثقافي والمعالم الأثرية والبيئة النادرة. مشاهدينا وعدنا من جديد هنا لنقلتنا الثالثة والأخيرة من طبعا نقلاتنا الخاصة لمهرجان صير بن عير البي في دورته 19، واللي بالفعل يعني نحن حزينين باقي دقائق إن شاء الله ونختم هذه التغطية، وبإذنه تعالى نراكم العام المقبل ونستكمل ما تبقى من حوارنا مع ضيفنا الكريم. أبو ناصر، نرجع للتقرير، ممكن نتكلم كنا عن التقرير واللقطات الجميلة يعني اللي الزائر ممكن ما يشوف الجزيرة من كل الجهات، ولكن نحن يعني ولله الحمد أن هذه اللقطات الجميلة والمخزون الجميل منه. وطال عمرك تدري يعني التنوع البيولوجي في الجزيرة غني جدا، يعني لذلك التركيز عليها من هيئة البيئة والمحمية الطبيعية
براسها للمجتمع، براسها للناس. صحيح. عمل مركز من المراكز لرصد الأحياء البحرية في هاي المنطقة. نعم. كلها تصب الجهود هاي كلها تصل إلى الجامعات وإلى الطلبة وإلى البحث العلمي المستمر، لأن تدري يعني من دون البحث العلمي، من دون الأشياء هذه اللي هي تراويك الحقيقة اللي موجودة يعني في صحيح. المنطقة، ما بتوصل لنا نتيجة. لذلك يعني نحن عيالنا وخاصة للناس اللي يدرسون بيولوجي، اللي يدرسون مارين بيولوجي، هذه كلها بتفيدهم. ليش؟ لأن هذه طبيعة جميلة بصراحة. أنا كان عندي واحد من الشباب يسمونه أحمد الهاشمي، أنا من الجامعة. نعم. وبدأ ما شاء الله يعني يشتغل ويانا في المجموعة، وما شاء الله ناو يعني الآن ما شاء الله من أحسن الشباب في المنطقة. ما شاء الله. هو حضر الماجستير في المرجان، وإن شاء الله يحضر الدكتوراه، وهذا من أحسن الشباب ما شاء الله الموجودين اللي بحثوا في مجال البيئة البحرية وخاصة المرجان. نعم. وهذه النتائج اللي تتمناها أنها تطلع. الحمد لله يا رب. يعني أشياء كثيرة شبابنا لما يتعمقون فيها ويدرسون وغيره بتكون نتائج جدا جميلة للمستقبل، على أساس كل هذا الإرث يعني تراثيا وعلميا وبيئيا ينتقل للشباب. نعم. نعم. وهذا الهدف من إقامة كذلك اليوم المهرجان. نعم. تعريف بهذه الجزيرة تابعة لإمارة الشارقة، وبالتنوع الحيوي اللي الله أعطاها إياه سبحانه وتعالى، فلا بد أن نحافظ على كل يعني حبة رمل من حبات الجزيرة. بلا شك. تكلمنا قبل في الفاصل مناصر عن يعني اليوم كذلك وجود الشيخ سلطان بن أحمد، وما شاء الله موجود معانا يعني طول اليوم ويتابع ويشرف. الدعم اللي بوجود الدعم اللي قدمه لكافة اللجان وكافة العاملين فيه على أرض هذه الجزيرة، مثل ما قلت لك هذا ييت خير على الجزيرة. شيخ سلطان إنسان. نعم. مبروك، وإنسان شو أقول لك يعني نفسيتي جميلة جدا. الله يحفظك. من يانا تغيرت أشياء كثيرة في هذه الجزيرة، بدأ الناس كلهم يعني يتجهون للجزيرة، بدأ المهرجان يتطور ويتطور. صحيح. بخطوات كبيرة جدا يعني، وتدري ما شاء الله نزول في القوع ويانا وتصوير. صحيح. البيئة البحرية و مساعدته في المرجان، الأشياء مو بالبساطة يعني. صحيح. ما شاء الله شيخ ومسؤول بهالمستوى، بيطلع ينزل لك في البحر ويغوص وياك ويعايش الحدث كامل يعني. هذه نحن نشوفها بصراحة جائزة كبيرة، نحن أهل البيئة. نعم. أن عندنا شيخ بهذه المستوى بهذا العلم والثقافة، على أساس أنه يطور هذا الشيء، وهو للفضل كبير ما شاء الله يعني. الحمد لله. أن هاي الجزيرة بدأت تستقطب أشياء كثيرة، ويمكن ساعدنا نحن على مشاريعنا البيئية اللي هي يعني بدأت تظهر أكثر. ويعني ما ننسى بعد الأستاذ هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، لها دور كبير بصراحة في هذا المجال. صحيح. إنسانة فاهمة وتتقبل أنك أنت تجي وتشرح لها الفكرة وتبتدي ما شاء الله يعني بتنفيذها. يمكن من الناس اللي قلائل الآن اللي يعني إنتاجهم أكثر من كلامهم. نعم. وهذا اللي نحن نتمناه. الحمد لله يا رب. ما شاء الله عليها يعني تكلم 20% لكن تنفذ 80%. ما شاء الله. وهذا شيء تاج على رأسنا يعني، أن ما شاء الله بنتنا بهاي المستوى بهاي الثقافة، وكلها يراجع الدعم الكبير من سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان. الله. نعم. صحيح. يعني هو الدعم الكبير، هو الموجه، هو الأب الروحي لكل الأشياء هاي. لذلك ما شاء الله الشارجة من نجاح إلى نجاح في البيئة، وما شاء الله أحسن مؤسسة عندنا في الخليج الآن أو في الإمارات بيئة، منظمة بيئة موجودة في الشارجة. نعم. هاي من أحسن المنظمات الآن على مستوى الخليج اللي تعنى بالبيئة. هي نعم، هي بيئة يسمونها بيئة، شركة بيئة. هي نعم، شركة بيئة. هذه شيء روعة بصراحة. نعم. نشاطهم باين ولهم يعني هاي الأشياء اللي أنت تتمنى تشوفها. نعم. وبالعكس يعني نحن كمجموعة الإمارات البيئة البحرية سند لهذه الهيئة وسند لحكومة الشارجة، على أساس أن دائما نكون يمهم ونحن نرتاح نتعامل يوم. ليش؟ يفهمونك صح. صحيح. يعرفون تجاهك شو بتسوي.
الحمد لله ومشكورين مع تلفزيون الشارجة الله اللي تابعنا من أول ما بدينا في الجزيرة كاميرا واحدة كان. شوف اليوم ما شاء الله استوديو نقل على الهواء ومشكورين بصراحة. جزاك الله خير يا أبو ناصر، شكرا لوجودك معانا وبيض الله وإيهكم وإن شاء الله لنا لقاء قريب في هذه الجزيرة. أكيد تعالى. أكيد إن شاء الله. شكرا لك يا أبو ناصر الله يحفظك. شكرا، كل شكر وتقدير الأستاذ علي بن صقر السويدي رئيس مجموعة الإمارات للبيئة البحرية وكذلك عضو اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان صير بنعيم. مشاهدينا يعني الختام دائما له الافتتاح له طابع فرح والختام له طابع حزن، ولكن نبعد الحزن إن شاء الله عنا. دائما أترككم في حفظ الله ورعايته وبإذنه تعالى نراكم العام المقبل في مهرجان صير بنعير البيئي في دورته 20. شكرا لكل من تابعنا، شكرا للزملاء الأعزاء، أترككم بحفظ الله ورعايته ومع السلامة.